لو الملف بتاعي مثلا نسيت احفظه، تمام، فهلاقيه فين؟ هلاقيه فين؟ الناس شايفه الريسنت، الريسنت اللي هو مؤخرا، كل الملفات اللي انا اشتغلت عليها هتكون موجوده في الريسنت، كل الملفات اللي انا اشتغلت عليها موجوده في الريسنت، تمام. اي ملف انت اشتغلت عليه هتلاقيه موجود في قائمه ريسنت، تمام. دي اول حاجه، دخلنا على قائمه انسيرت واخدنا الكفر بيج والبلانك بيج والبيج بريك، وعرفنا الكفر بيج ايه وازاي ازيله، تمام، وازاي اصممه، دي كفرات كلها جاهزه. وعرفنا يعني ايه بلانك بيج وايه البيج بريك. بيج بريك اللي هو فاصل صفحات، بلانك بيج صفحه فارغه، تمام. بعد كده دخلنا على التيبل، تمام، هذا انشأنا تيبل وخدنا قائمة ديزاين وقائمة لي اوت. في حد بيسأل على الهيدر رو والتوتال رو والبند درو والبند كولوم واللاست كولوم والفيرست كولوم. الحاجات دي خاصة بالتنسيقات بتاعة الجدول، يعني مثلا انا اهو عملت الجدول، فانا عايز اشيل الهيدر رو، الهيدر اللي هو الاولاني انا كده شيلته اهو، ناس واخده بالها زي ما هو، رحت جيت علمت عليه فظهر لي تاني. التوتال رو معناها ايه؟ بيحسب لي الصم، بيحسب لي المجموع الكلي، بيحسب لي المجموع الكلي الارقام عندي، يعني مثلا ادي رقم مثلا كمثال 100 200 300 400، باجي هنا بختار التوتال رو فبيحسب لي المجموع الكلي، بس انا مش هحسبه لي لان الوورد اصلا مش برنامج حسابات، لكن لو في الاكسل هيحسب معايا، تمام. البند درو برضو خاص بالتنسيقات اهو، بس واخده اقبلها التنسيقات بتاعه الرو اللي هو الصفوف، هنا خاص بتنسيقات الاعمده. برضو الفيرست كولوم خاص ب اللي هو العمود الاول، لاست كولوم العمود الاخير، وهكذا. دي ادي فايده بس الحاجات دي، ملهاش فايده اكتر من كده. اما الجريدينت اللي هي الناس واخده بالها ان ظاهر، شايفين النقاط اللي ظاهره دي، الخطوط الصغيره دي، الناس واخده بالها منيها، هي دي الجريدينت، هي دي الجريدينت، الخطوط الصغيره دي اهي، دي اللي هي الجريدينت، شلتها هي اتشالت معايا، تمام. بعد كده عرفنا اللي هو الاوتوفيت. ايه هو الاوتوفيت؟ معناها ان الخليه اللي عندي بيعملها لي على حسب المحتوى، ادي كونتنت المحتوى، يعني مثلا كتبت محمد، شايفين الخليه بتكبر معايا على حسب المحتوى اللي انا بكتبه، تمام. بالنسبة للويندو معناها ان الجدول بتاعي هعمله لي في عرض الصفحة بتاعتي اهو، الصفحة لو شايفين المسطرة من فوق متظلل من هنا من ناحية اليمين، وهنا متظلل من ناحية اليسار، فهو التيبل واخد الجزء ده كله، التيبل واخد الجزء ده كله، تمام. ده اللي خاص بالويندو. اما الفيكسد كولوم ويتس معناها ان يخلي لي العمود الاول عرضه ثابت، او يخلي العرض ثابت، العرض ثابت ما العبش فيه، مهما اكتب اي كلام اكتبه يبقى العرض ثابت، تمام. في قائمة تيبل هنا في حاجة اسمها insert table، يعني انا مثلا بدل ما اعمل table من هنا، انا ممكن هنا insert table بحدد من هنا، بيقول لك ايه النمبر اوف كولوم اللي هو عدد الكولوم اللي هو الأعمدة، ونمبر اوف رو الصفوف، يعني عدد الأعمدة مثلا عايز أخلي 4 أعمدة، والصفوف عايز أخليها 2، وهنا زي ما قلنا الفيكسد ويدث يعني ايه، والكونتنت يعني ايه، والويندو يعني ايه، تمام. ده بيخلي لي الفيكسد كولوم ويدث العرض بتاعه قد ايه، بزود من هنا اهو، تمام. فانا خليه اوتو دوس اوكي، فهو ده انشاء لجدول من 4 أعمدة وصفين، 4 أعمدة وصفين، تمام.
برضو من insert table في حاجة اسمها draw table، برضو من هنا ممكن ارسم جدول، وقلنا برضو ممكن من اللي اوت هنا برضو ارسم اللي هو draw table، ارسم من هنا، يعني في كذا اختيار عندي. تمام، في حاجة اسمها quick table اللي هي جداول سريعة، يعني زي مثلا اهو ناس واخدة بالها من مديني اللي هو التاريخ، مديني اللي هو الاجندة مثلا، مديلي مثلا الاشهر اللي عندي اهو، دي كلها جداول سريعة جاهزة عندي، جداول جاهزة عندي اهي، مديني النتيجة. في حاجة هنا اسمها الاكسل سبريد شيت، يعني انا ممكن اجيبه من الاكسل، لو دوست عليها اهي ممكن انا اعمل الشيت ده بالاكسل، بعمله بالاكسل، اكتب القيم بتاعتي واظبط الجدول بالاكسل، وفي الاخر هيظهر عندي في ال في ال في الوورد. انا مش عايز الكلام ده، حلو كده. ده بالنسبة للتيبل، ده بالنسبة للتيبل. بعد كده زي ما قلنا ال this device، قلنا لو عايز اجيب صورة من على الجهاز اهي، تمام. قلنا ال remove background اهي استعملناها مثلا، بيزل الخلفية، هظبطها على قد ما اقدر، تمام. مارك، عايز انا احتفظ ببعض ال أماكن، عايز أحتفظ بدي معايا، أزود عليها أهي، المفروض تظهر معايا. في حاجة عايز أعمل لها ريموف، أشيلها من هنا أهي زي دي، أعمل لها ريموف. الديليت مارك، الناس واخدة بالها من ال اللي هي علامة اللي هي الماينس الموجودة دي أهي، واخدة بالها من الدايرة الصغيرة دي، فلو دوست على ديليت مارك، دوست عليها بتتشال. discard all changes change اللي هو بيشيل لي كل التغيرات اللي انا عملتها، وkeep change بيحفظ لي كل التغيرات اللي انا عملتها. تمام، دي بعض النقاط اللي حبيت اوضحها من ال كانت من السيشن اللي فات. تمام، كده البيكشرز. هنبدأ النهاردة في حاجة جديدة اللي هو الشيبس، الأشكال. الأشكال دي أهم حاجة في ال الشيبس. فلو على الشيبس اللي هو الاشكال، ظهرت عندي اشكال كتيره، هنا ناس واخده بالها من الاشكال اللي ظهرت عندي، اختار الشكل اللي انا عايزه. مثلا اخترت الشكل ده اهو، تمام. ممكن نعمل حاجه انفوجرافيك، يعني اهو ناس واخده بالها، ممكن نفس الشكل ده انسخ منه شكل تاني واغير لونه واحطه على ده، واجي مثلا اسحب. حاجة زي كده اهو، نسبة مئوية. هنتعلم ازاي نعملها برضو. جينا مثلا على insert، اخترنا الشيبس، اخترنا شكل زي دي، عشان اخلي الشكل المظبوط ادوس على shift، shift هيطلع الشكل مظبوط معايا، shift
عايز اصغره بحيث ان هو لما يصغر يكون برضه ابعاده متساويه. هدوس على الت تمام واسحب من ناحيه اليسار. عايز احدد شكلين مع بعض بدوس كنترول وبحدد الشكلين مع بعض. عايز انسخ نسخه تانية من الشكل ده تمام. الشكل ده عشان انسخه نسخة تانية بدوس كنترول دي. تمام هندخل على قائمة انسرت، اختار اللي هو الشيبس، اختار اي شكل يعجبني اي شكل. فرضا انا قلنا اختار الشكل ده، الشكل ده علشان اخليه يطلع متساوي في كل حاجة في ابعاده ويطلع مظبوط، بدوس على شيفت وبسحب اهو للشكل. شايفين الشكل كلا الحالات متساوي. وقلنا لو عايزين الشكل ده نفسه لما اجي اصغره ويصغر بابعاد متساويه ادوس الت واسحب من اي جنب من اليسار. عايز اعمل نسخه تانية من الشكل ده، بس قبل ما اعمل نسخه تانية انا هخلي الناس شايفه الدائره الصغيره دي اللي هي بلون مختلف عن اللون الابيضاني اللي هو لون اورنج تمام. لو دوست على الروتيت خليتها هوريزنتال، فليب هوريزنتال بقت من الناحية التانية. فبدوس كنترول دي كده نسخت نسخة تانية من الشكل ده. النسخة التانية مثلا أخليه باللون ده، بمسك الشكل بخليه فوق الشكل التاني ده بحيث إن ما يبانش عندي شكل من تحت. بمسك الدايرة الصغيرة دي أسحب كده، شايفين دي ممكن نعملها في حاجة اسمها نسبة مئوية أهي. لو حد بص على الشكل ده هيفهم ان هو شكل واحد بس، ان هو شكل واحد بس. ازاي عملت ده؟ عرفنا ازاي نعمله. تاني جيت عملت ادراج للشكل ده. انا حاجة استعملها تبع الانفوجرافيك. هو ايه الانفوجرافيك؟ اي حاجة عايز اعمل لها تمثيل بياني تمام. غيرت اللون، انا عشان يطلع معايا مظبوط زي كده فعايز احول الدايره الصغيره دي اللي لونها برتقاني او اورنج، عايز احولها ناحيه اليمين. فبدوس على روتيت وبختار فليب هوريزنتال، بدوس كنترول دي بختار نسخه، بيعمل لي نسخه تانية من الشكل. اغير لونه، بمسك الشكل بحطه على الشكل اللي من تحته بحيث يبان ان هو شكل واحد بس. بمسك الدايرة الصغيرة من ناحية اليمين دي واسحبها كده اهو النسبة اللي انا عايزها. الناس اخدت بالها تمام. هندي بس ريست كده 5 دقايق الناس تصلي وهنرجع تاني. الناس تصلي بس وهنرجع تاني، يعني لحد 5:30 الناس تصلي وهنرجع تاني. استأذنكم بس أصلي المغرب وهنرجع تاني. باشمهندس أحمد حسام معايا؟ ابتدينا قائمة انسير، بعد كده دخلنا زي ما قلنا على شيبس، اخترنا مثلا الشكل اللي هو البلوك ارك من البيزك شيبس أشكال أساسية تمام. وادي أنشأته
اغير فيه زي ما انا عايز، انا عايزه مثلا كده اهو زي ما قلنا، علشان احول الدايره دي من ناحيه اليسار ناحيه اليمين بختار من روتيت، بختار فليب. بس واخده بالها ايه بيحصل ايه؟ باجي اعمل نسخه تانية من الشكل ده من كنترول دي، غيرت لون النسخه التانية بخليها ايه فوق النسخه الاولانيه، تمام؟ فكده بقول الاثنين كانهم شكل واحد. بمسك دايره دي حرك فيها زي ما انا عايز، النسبه اللي انا عايزها اهي، عايز اخليهم الاثنين شكل واحد. قلنا بنحدد الشكلين من Alt وبحدد الشكل الثاني واختار اللي هو جروب، الاثنين بيجوا كانهم شكل واحد، الاثنين بيجوا كانهم شكل واحد، بحركهم هو عادي. برضه شيبس، الشيبس مليانه حاجات ممكن العب فيها زي ما انا عايز، تمام؟ اخترت مثلا شكل زي ده اهو، لو دوست كليك يمين على الشكل ده في حاجه اسمها اد تكست، لو عايز اضيف نص داخل الشكل اكتب النص اللي انا عايزه. اكبر اصغر زي ما انا عايز، اضخم، تمام. لو دوست كليك يمين تاني على في حاجه اسمها edit point، اضافه نقطه، edit point، دوست عليها شايفين المربعات الصغيره ظهرت ناحيه الجناب، شايفين اللي هو علامه البلس اللي ظهرت دي اهي، لا البلس السوداء الصغيرة دي اهي، اقف على الخط احول على الخط اهو، دي العلامة دي اللي ظهرت، بمسكها من كليك شمال واسحب زي ما انا عايز، شايفين الشكل اللي بيتحرك معايا انا كده، ده كان مستطيل وانا غيرت فيه زي ما هو، تاني كليك يمين عليه اخترت edit point مثلا اهو، اغير زي ما انا عايز، شايفين عملت شكل من ايه، من شكل انا اصلا كنت مختار مستطيل عملت منه شكل تاني. وعن طريق برضو الاداة دي انا ممكن اعمل الغلاف بتاع الكتاب، هنتعلم احنا ازاي نعمل غلاف كتاب، هنتعلم ازاي نعمل حاجة انفوجرافيك بعد ما خلص ان شاء الله التاب انسيرت، هنصمم غلاف كتاب مع بعض، وهنصمم شهادة تقدير، ممكن ان شاء الله نخلص تاب ديزاين لي اوت، اول 4 تابات تبقوا خلصوا ساعتها نشتغل تصميمات، يعني هتبقى المحاضره كلها تصميم غلاف كتاب، تصميم شغل انفوجرافيك، تصميم مثلا كارت شخصي، تصميم شهاده تقدير، تمام. فمن الشيبس انا بستطيع اعمل كذا حاجه، يعني مثلا جيت انا اخترت الشكل ده خليته لونه مثلا من الشيب اللي هو خليت اللون ده، جيت برضو من الشيبس اخترت شكل تاني زي مثلا اللي هو الكلاود اللي هو السحابة اللي هي دي كلاود، وخليت لونها مثلا اخضر، هذا عملت شجرة اهي. انا يعني عن طريق الاشكال او ممكن اعمل كذا حاجه في نفس الوقت، اخليها مثلا الاثنين اخليهم في جروب واحد اهو، شايفين ده كله انا ممكن اعمله من الشيبس، كله ممكن اعمله من الشيبس، كل ده انا ممكن اعمله من الشيبس. تمام، كل ده انا ممكن اعمله من الشيبس. قبل ما نكمل
تغيير الارقام، نخش على تاب فايل، بعد كده هختار اوبشن، اختار حاجه اسمها ادفانسد البقرة ناحية اليمين، هسحبها لتحت، هنزل بيها لحد ما اوصل لحاجة اسمها نومرال. تمام، ظهرت عندي كذا حاجة. لو عايز انا اكتب الارقام باللغة الانجليزية اختار عربيك، لو عايزه باللغة العربية اختار هندي، لو عايزه مثلا يعني يكون زي طريقة الكتابة، يعني انا مثلا بكتب الملف بتاع الوورد بتاعي بكتب باللغة العربية يبقى الأرقام تتكتب باللغة العربية، بكتب الوورد باللغة الإنجليزية يبقى الأرقام تتكتب باللغة الإنجليزية، يعني بيتكتب الأرقام نفسها تتكتب معاك نفس طريقة الكتابة بتاعتك بنفس لغة الكتابة. أو اختار كونتكست، إما زي ما قلنا لو عايزه إنجليزي اختار عربي اللي هو العربي ده، لو عايزه مثلا بالعربي اختار هندي. أصل الأرقام العربية أصلها هندي، فدي أنا إزاي أغير أرقام سريعا. بعد كده بعد الشيبس في الانستريشن في حاجة اسمها سمارت أرت، سمارت أرت مخطط تفصيلي، ده المخططات هاي الأول الليست اللي هو القائمة، قوائم زي كده، شايفين البريفيو اللي بيحصل ناحية اليمين ده، دي أشكال القائمة. بروسيس اللي هو العمليات اهي، بس واخدة بالها اهي من اللي بيحصل. السايكل اللي هو الدوائر، اختار الشكل المناسب ليا. اشكال تانية اهي، ريليشن اهي برضو، الماتريكس حاجة زي كده اهي، بيراميدز شكل الاهرامات، صورة اهو الناس واخدة بالها من اللي بيحصل. الاوفيس دوت كوم من هنا، هختار مثلا هختار اختار مثلا حاجة زي دي بس. اوكي، فتحت عندي قائمة تانية من فوق. ايه هي القائمة اللي اتفتحت عندي؟ تمام، بيقول لي اد شيبس، انا مثلا واقف هنا عايز اضيف شيب، دوست كده اد فعمل لي نسخة تانية من الشيب اللي عندي، يضيف لي شيب. تمام، من هنا اللي هو سمارت ارت ستايلز، من اللي هي الاشكال بتاعت السمارت ارت. بس واخدة بالها، اختار حاجة زي كده. الريسيت جرافيك معناها بيشيل لي هذا الستايل بتاع السمارت ار. لو عايز اغير الوان من تشينج كولر، بغير الوان اهي، من انسيرت اخترت سمارت ارت، اخترت اي شكل عندي، اخترت مثلا الشكل ده، دوست اوكي. عايز اضيف شكل تحت ده، فانا بقف عليه وبدوس اد شيب، يضيف لي شكل سواء ناحية اليسار او اليمين. عايز احرك الشكل ده، احركه ناحية من رايت تو ليفت، دوست عليه اهو، يعني لو كان رايت هيبقى ليفت ولو كان ليفت هيبقى رايت. الشكل ده عايز احركه من فوق اللي هو موف اب موف داون، بقعد العب في الاشكال دي زي ما انا عايز. الريموت اهو بيتغير، اد بلت، ايه اد بلت؟ بيضيف لي البلت. عارفين انت في الهوم، في الهوم لما كنا بنقول البلت اللي هي الاشكال دي اسمها بلت، ده هو اللي بيديفولت. تمام،
تمام. تكست بين بيظل مربع، المربع بتاع النصوص اللي عندي اهي بكتب فيه زي ما انا عايز اهو. تمام. وزي ما قلنا تشينج كلر اللي هو بيغير اللون بتاع المخطط اللي عندي. الريسيت جرافيك بيرجع لي كل حاجه زي ما كانت من الاول شكله الاساسي. فورمات برضو نفس الاشكال اللي احنا استعملناها. تشينج شيب هنا لو عايز اغير الشكل نفسه، تشينج شيب الشكل ده عايز اغيره، عايز اخليه مثلا حاجه زي كده. الناس واخده بالها باللي الناس واخده بالها باللي بيتغير اهو، الشكل نفسه بيتغير. لارج معناه الشكل ده انا عايز اكبره اهو، سمولر اللي هو لو عايز اصغر الشكل ده. شيف فيل برضو كنا واخدينه قبل كده اللي هو الامتلاء بتاع الشكل، او اوتلاين الحدود الخارجيه، كل ده شرحناه قبل كده. الافكت اللي هي التاثيرات الناس تجرب فيها اهي. دي خاصه بالتكست هنا، تكست فيل لون الكتابه، اوتلاين الحدود الخارجيه بتاعت التكست، الافكت التاثيرات بتاعه النص، البوزيشن برضو نفس الكلام. ده اللي شرحناه برضو في التيبل الراب تكست سيلكشن بين. قلنا لو عايز اخفي مثلا الدايجرام ده بخفيه من هنا، هايد اول اهي وشو اول. الاين اللي هو المحاذاه، وروتيت اللي هو التدوير، والهايت والعار. بعدها في حاجه اسمها الرسومات البنية، في شكل زي كده بي لاين وسن كولوم اريا. بس واخده بالها من الاشكال اللي عندي، بس شغله كله مش بيكون عليها، يعني شغله كله الحاجات دي الرسومات البيانية بيكون على برنامج الاكسل. اخترت مثلا حاجة زي كده، دوست اوكي. برضه نفس التأثيرات اللي عندي اللي ظهرت، بس ايه اللي ظهر عندي اهو فتح معايا الاكسل. يعني ممكن برضه اعدل زي ما انا عايز من الاكسل من هنا مثلا، لو غيرت خليتها مثلا الاول دخلت على اللي بعده اهو بتتغير تحت معايا، الثاني بتتغير تحت معايا. ارقام برضو لو عملت مثلا 7 ها المخطط بيتغير معايا. تمام. فانا لما ظهر عندي مخطط زي ده برضو اهو تشينج كولر تغيير اللون نفسه، الستايلات اهي سيلكت داتا احنا قلنا من الاكسل لو عايز اعمل الداتا بتاعتي. وظهرت عندي القائمة هنا، ده كله هيبقى شغل الاكسل. يعني نعرف ازاي نعمل سيلكت داتا للتيبل من اكسل. اديت داتا، لو اديت داتا من اكسل اهو برضه اقعد اعدل في الداتا زي ما انا عايز. عايز من اكسل اعدل زي ما انا عايز برضه اهو. تمام. ريفرش داتا بيعمل لي تحديث للداتا اللي عندي، تحديث دايم. لو عايز هنا مثلا تشينج شارت تايب، الشكل الشارت اللي عندي عايز اغيره خليه مثلا زي كده، ادي غيرته. هنا الكويك لي اوت في بيديني اشكال مختلفة. اد شارت ليميت ده خاص بال الاكسس اللي هي المحاور، لو دوسنا المحاور برايمري فيرتيكال. تمام. دوست عليها تاني من عنوان النص، العنوان بتاع الشرط انا عايزه فين، عايزه في من فوق ولا لو دوست سنترويد حرك فيه زي ما انا عايز اهو، ده عنوان النص. بعد كده الداتا ليبل
عايزة تكون ظاهرة ولا مخفية ولا ايه بالظبط؟ تمام. الجريديانت اللي هي المخط، اللي هو الناس لو شايفة الشبكة اللي ظاهرة دي، دي اللي هي الجريديانت، انا مش عايز اظهرها. الليجند عايزها في التوب، عايزها في الرايت، في الليفت، اللي هو الشكل ده، ده اسمه الليجند، اللي هو بيديني التفصيل بتاع المخطط بتاعك. لاينز برضو الباقي كله نفس الكلام. لو دخلنا على فورمات برضو نفس القصة، يعني نفس اللي كان موجود اللي خدناه في في الصور. تمام. الليجند من هنا برضو اهو، ممكن من هنا اغير البوليت اهو، برضو السهم ده بغير مني الحاجات اللي عندي زي ما انا عايز. الفورمات سيلكشن لو الشكل نفسه عايز اعمل له حاجه جريديانت زي كده من الفيل، عايز اعمل له حدود من هنا برضو، اشوف الحدود اللي عايز اعملها له. تمام. الريسيت تو ماتش ستايل معناها بيلغي لي كل التنسيقات اللي انا اشتغلتها، بيلغي لي كل التنسيقات اللي انا اشتغلتها. ده بالنسبة للبيكشرز والشيبس والسمارت ارت والشارت. سكرين شوت لو عايز اعمل سكرين لحاجة معينة من خلال برنامج الوورد، انا عايز اعمل سكرين مثلا، بص سكرين شوت سكرين كلابينج، فهو بيعمل لي سكرين للشاشة اللي ورا برنامج الوورد، الشاشة اللي وراها، فهو بيجيب لي شاشة زي كده بتكون مظللة، فأنا بختار الجزء اللي عايز أعمل له سكرين، فادي ظهر لي في برنامج الوورد، ظهر عندي في الوورد، ظهر عندي في الوورد. فرضا أنا كنت فاتح مثلا ده، دخلت على الوورد عملت سكرين، فايه اللي ظهر عندي؟ ظهر عندي جوجل كروم اهو، الناس واخدة بالها. الحاجة اللي من خلف برنامج الوورد هي اللي بتعمل لها سكرين شوت. بعد كده هنا في حاجة اسمها اد اي ان اس، الحاجات دي مش مهمة او مش بستعملها، مش بيستعملوها غير الناس اللي بتعمل ابحاث علمية، ده كمان لو استعملوها يعني. فكنصيحة ويفضل ان انت كل شغلك مثلا لو عايز تنزل حاجة وتشتغلها ما تفتحش برنامج الوورد، تمام، تدخل منه على الانترنت، لا، حاول تنزل حاجة انت عايز تشتغلها هنا مثلا في الويكيبيديا، لو عايز مثلا تبحث عن حاجة معينة في الويكيبيديا. طب انا ليه ادخل على برنامج الوورد وابحث والكلام ده؟ ممكن ادخل من على جوجل كروم على طول. تمام. اونلاين فيديو برضو هنا، لو عايز فيديو انزله من اونلاين برضو، انا ممكن انزله عادي على الجهاز عندي وبعد كده انزله على الوورد. فهي القائمة دي اللي هي الاد اي ان اس والميديا واللينكس، الحاجات دي مش يعني مش بستعملها اساسا في الوورد. زي ما قلنا هنا لو عايز اعمل بحث علمي او عايز ابحث على حاجة على الانترنت، هنا لو عايز انزل فيديو اونلاين، هنا بقى اهم حاجة فيهم اللينك اللي هو الهايبر لينك، ارتباط تشعبي، ارتباط تشعبي. فلو دوسنا عليها ظهرت عندي القائمة دي، بيقول لي existing file or web page، معناه انت عايز تعمل استرداد او عايز تعمل استيراد للملف او صفحة الويب من فين؟ عايزها من current folder اللي هو الملف الحالي الواقف عندي، ولا عايزها من ال browse page من المتصفح، ولا اخر ملفات عندي اللي هو ال recent file. فانا بحدد زي ما انا عايز. لو تمام، لو دوست كرنت فولدر، هنا في اللي هو البراوز فور فايل، هنا البراوز فور ويب، هنا الاب وان فولدر. هنا لو عايز مثلا اعمل استعراض من الانترنت، هنا لو عايز من الفايل، فلو دوست عليها، دوست مثلا ديسكتوب، اخترت حاجه زي كده ودوست اوكي، كده دوست اوكي.
ايوه، ما انا يعني الناس تصبر، احنا انا لسه عليه في الطريق يعني. من هنا، من هنا، من اللينك، بجيب اللينك مثلا. انا ببحث، دخلنا على جوجل، ببحث على حاجة اسمها مثلا اتش باك سيستم، نظام اتش باك، تكييف وتبريد. دوست على فيديو، دوست على الفيديو ده. So maybe you're a first time home buyer or someone. باخد اللينك اللي من فوق، بعمل له كوبي، تمام، بروح على برنامج الوورد، تمام، شايفين الادرس، الادرس العنوان، بدوس بيست، دوست اوكي. فعشان ده يتفتح معايا بدوس على كنترول، تمام. شايفين ايه اللي ظهر؟ ظهر علامة الايد، علامة الايد اللي ظهر معايا ادي هنا، ظهر علامة الايد، تمام. بدوس كنترول، بيقول لك اهو كنترول بلس كليك تو فولو لينك، يعني تدوس كنترول وتتبع اللينك، تضغط على اللينك اللي عندك. فدوست على اللينك، ايه اللي ظهر؟ ادي فتح معايا. So maybe you're فتح معايا الفيديو. لغيت، تمام، ادي الفيديو، دوست عليه كنترول او دوست كوبي، كوبي، رحت على الوورد، دوست على لينك، تمام. ظهرت عندي حاجة اسمها existing file or web page current page. هنا في حاجة تحت اسمها address، العنوان، فبنسخ اللينك اللي عندي، بدوس اوكي. ظهر عندي اللينك، فعشان اللينك يتفعل بيقول لك دوس كنترول زائد كليك تو فولو لينك، يعني هتدوس كليك على اللينك اللي عندك، بس الاول لازم تدوس على كنترول. شايفين كده؟ انا كده مش دايس على كنترول، فلما ادوس على كنترول هيظهر لي علامة الايد، علامة ايد، فبدوس على اللينك فهيشتغل معايا. فلو ملاحظين ان حتى اللون بتاعه اتغير، عادي ممكن تغير لونه زي ما انت عايز. ايه بس ايه، بيتغير باشكال مختلفة، تمام. ده بالنسبة للانسيرت. الباك وورك برضو هي النفس، برضو الهايبر لينك ملهاش استخدام او مش هستعملها اساسا. استعمال كله هيبقى في اللينك هنا. الناس برضو في اوامر كتيرة في برنامج الوورد، ما يعني ملهاش استعمال، يعني زي جزء الويكيبيديا ده. طب هو بس حاططها كزيادة، كمالة عدد مش اكتر ولا اقل، تمام. يعني انا ايه اللي هستفاد، ايه اللي هستفاده مثلا؟ ان انا مثلا اعمل بحث على الانترنت من خلال برنامج الوورد؟ لا، انا ادخل على جوجل كروم واعمل البحث اللي انا عايزه. اونلاين فيديو، لو عايز اجيب فيديو من اونلاين، ما انا احمله على الجهاز عندي وبعد كده انزله على الوورد بس، وهنا بختار اللينك، تمام. جيت انا كتبت حاجه زي كده، ادي عندي قطعه، حلو. رحت انا مثلا عايز اعمل تعليق على النص ده، شايفين هنا كومنت، بدوس عليها، ظهر عندي بيقول لي اكتب التعليق اللي انت عايزه على الجزء اللي مظلله ده، اكتب التعليق اللي انت عايزه. لو كتبت مثلا مايكرو سوفت دبلومة، مايكروسوفت دبلومة، تمام، الناس واخدة بالها؟ حتى لو جات هنا هتلاقي فيه تعليق. الناس لما تيجي على التعليق ده هتلاقي في ناحية اليمين فيه تعليق، لو
راحت عليه بالسهم هتلاقيه ظهر معايا في عمل لي تصليح على القطعة اللي عليها تعليق. ريبلي لو عايز اعمل تعليق تاني ارد عليه. ريسولف لو عايز اشيل التعليق بتاعي وانا مفيش تعليق اصلا. التعليق ده عايز اعمله ريسولف اهو شيلته خالص. ده اعمله ريسولف تمام. على كلمة معينة عايز اعمل تعليق بعمله برضو عادي تمام. ريسولف كومنت ادوس كليك يمين ادوس ديليت كومنت بيحذف لي الكومنت. عايز اعمل ريبلاي اهو فانا بغير زي ما انا عايز. ده اللي هو الخاص بالكومنت. لو عايز اعمل كومنت على جزء معين من هنا تمام. قبل ما اكمل لحد هنا لحد التعليق في اي سؤال في اي استفسار؟ اللي عنده استفسار يتفضل. اللي عنده اي سؤال يتفضل. تمام. حد عنده اي استفسار؟ طيب بالنسبة للصوت، الصوت واضح واصل للناس تمام. احنا هناخد دلوقتي 5 دقايق اهو يعني هو هيكون ريست للناس. هنراجع على بعض النقاط المهمة في الكويز اللي انا بعته تمام. قلنا مدة 15 يوم من ميعاد نزول التاسك حاجة زي كده على ما اعتقد. ما فيهاش اي حاجة يعني ما فيهاش اي فنيات. انا الجزء اللي فوق ده ممكن احطه في الهيدر ممكن اكتبه عادي ككتابة تمام. بالنسبة للجزء اللي من تحت دي عادي بكتب الاسم. انا مثلا جيت هنا كتبت خلي الاتجاه ناحية اليسار أول كتبت الاسم تمام. عملت الشرطة أدوس مسطرة شوف أنا عايز أوديه لحد فين. اللي بعده مثلا الرقم القومي أعمل شرطة شوف أنا عايز إيه أخليه إزاي بحيث إن أنا إيه أخليهم تحت بعض تمام. بالنسبة لي إحنا الشرطة الكبيرة دي إزاي بنعملها؟ عن طريق إن إحنا بنوقف كده في مكان فاضي وندوس شيفت وحرف التي. افضل دايس شيفت وتي افضل دايس عليهم الاثنين ادي شيفت وتي. يعني مثلا جيت انا مثلا بعد كلمة بعد حرف السين هكبر دي شوية. بعد حرف السين هذا في المنتصف عايز اشد شرطة كبيرة عن طريق شيفت وتي شيفت وتي. مثلا الرقم القومي كبرته وعايز اشد شرطة مثلا بعد حرف القاف شيفت وت شيفت وت. بعد حرف الميم شيفت وت. بالنسبة للتظليل اللي حوالين الكلمة دي يعني مثلا كتبت كلمة التنمية البشرية رحت ضغطت عليها ناس شايفة هنا اللي هو الشادنج من باراجراف بختار مثلا حاجة زي كده. طب لو عايز اسحبها مع بداية الصفحة شايفين المسطرة فوق شايفين زي علامة مثلث هنا بمسكها كده واسحبها للآخر اهي
ناحية اليسار نفس القصة، امسكها واسحبها ناحية الآخر. تمام، بالنسبة للبوردر من insert، من يعني من قائمة هوم. بعد كده هنخش على البوردر، بختار البوردر اند شادنج، اختار البيج بوردر، اختار البوردر اللي انا عايزه، بس ده هيتطبق على كل الصفحات. مشكلة المتاحة عندي، تمام، بقول لك ال this section معناها انت عايزها في السكشن دي او في الدوكمنت، ولا الول دوكمنت اللي هو الدوكمنت بالكامل، برضو الاثنين يعتبر واحد. او هنا بيقول لك this section first page only، يعني انت لو عايز تعمل حدود للصفحة الاولانية بس مش عايز تعمل للصفحات التانية، فبتختار الاختيار ده اللي هو this section، اللي هو الدوكمنت اللي انت بتكتب فيه هيعمل لك حدود على اول صفحة بس. لو عايزه يعمل لي في كل الصفحات ما عدا اول صفحه، تبقى all except first page. دي الخيارات المتاحه، تمام. فدي يعتبر كل الفنيات اللي كانت في التاسك اللي فات. فقبل ما اكمل، في حد عنده اي استفسار؟ حد عنده اي سؤال؟ ولا اكمل؟ حد عنده اي سؤال؟ مربع اللي حوالين الكلام، يعني مثلا انا جيت كتبت حاجة زي كده، جيت نفس الكلام برضو، تمام، بحدد الكلام ده وادوس على، باجي على من باراجراف، اختار اللي هو البوردر، اختار اللي هو اوتسايد بوردر او اوتسايد بوردر. لو دوست على هنا بوردر مثلا، بوردر خليت الخط رفيع، لو دوست على اوتسايد بوردر هيظهر عندك كده، لغيته. تاني اختار ده اوتسايد بوردر، والبوردر معناه ان كل فقره هيعمل لك عليها مربع. ليفت عايز الناحيه اليسار فقط، توب ناحيه الاعلى، انسايد اللي هو من الداخل بس، وهكذا. انت عايز الكومنت والجروب في 2010 في ماشي، حاضر. اللي خدناه كان تطبيق على المحاضرة التانية، وكان جزء من المحاضرة التالتة. ليه؟ لازم تكون عارف الأساسيات صح. لازم تكون عارف الأساسيات صح. الناس برضو ما تستعجلش، لسه هناخد، يعني هناخد تاسكات كتيرة. هخليكم، اخلي الناس تعمل لي غلاف كتاب بس بعد ما نشتغله مع بعض، هنعمل حاجة انفوجرافيك، فلسه يعني الشغل جاي. كنا بناخد قائمة انسيرت، وقفنا عند اللي هو الصور. تمام، زي ما قلنا لغة الأرقام من فايل، بعد كده أوبشن أدفانسد، بنزل لتحت لحد ما أوصل لحاجة اسمها نومرال،
زي ما قلنا هنا العربي لو عايز اخلي الارقام كلها بالانجليزي عندي، والهندي لو عايز اخلي كل الارقام اللي عندي بالعربي، وكونتكست لو انا عايزه مثلا على طريق الكتابة. يعني مثلا كاتب دلوقتي بكتب بالانجليزي، فكتبت رقم 1 2 3 بيكتبه لي بالانجليزي، غيرت لغة الكتابة مثلا وكتبت بالعربي، فلما باجي اكتب الارقام ادي 1 بالعربي 2 بالعربي 3 بالعربي وهكذا. تمام. بالنسبة الكومنت عشان الغيها، افضل دايس ادوس على كنترول زد لحد ما الغي التعليق بتاع كنترول زد اللي هو رجوع، كنترول زد اللي هو رجوع. بالنسبه برضو ل 2010 هتلاقيها برضو معاك الكومنت، هتلاقيها موجوده في الانسيرت، موجوده في الانسيرت. تمام. تمام نكمل. بعد كده في حاجه اسمها الهيدر والفوتر والبيج نمبر. الهيدر اللي هو الرأس، الفوتر اللي هو التسجيل، البيج نمبر هو ارقام الصفحات. لو دخلنا على الهيدر اخر نموذج اللي هو ايه، ايوه اللي هو ايه اللي هو مكتوب فيه ايه، انا عندي كذا نموذج مش موجوده. طيب هو الفكره نفسها هي، انا في 2010 كانت عندي في انسيرت، بس هي موجوده في انسيرت، دور عليها كويس وتلاقيها. لو ما لقيتهاش بعد المحاضره انا هحاول اشوفها لك، انا معايا اصلا جهاز تاني، بس الفكره ان الجهاز التاني فاصل، عليه نسخه 2010 وفاصل معايا. تمام ماشي. اللي هو يعني حضرتك بتتكلم على موضوع اللي هو الانسيرت او في التاسك، اللي هي نموذج الخط الاخير. تمام. العودة من الاجازة، حلو. الخط ده على فكرة هو مش مطلوب انت تعمل الخط ده، لان الخط ده عامل لك مسافة بعد اسم الكلية، بعد اللي هو عميد الكلية عامل لك مسافة كبيرة، وبعد كده جاي قايل لك اختار اللي هو البوتوم، اختار اللي هو من قائمة هوم من البوردر، اختار البوتوم اهي. يعني مثلا قعدت ادوس انتر انتر، رحت اخترت البوتوم بس. في حد معاه نسخة 2010 اشتغل معاه كومنت ولا لا؟ 2010 ناس تشارك معايا 2010. مش موجود في 2010. استاذ محمد محمود بتقول لي ايوه. يعني انت معاك 2010 ولقيته موجود معاك ولا لا؟ هو بيختلف على فكره على حسب التحديثات. يعني انا 2010 ممكن انزل مني كذا تحديث، تحديث قديم وتحديث جديد، بس هي الكومنت في 2010 موجوده، موجوده.
طيب عشان نغير اللغة، كيف نفتح؟ لو حضرتك تقصد لغة البرنامج من قائمة فايل، تمام. بعد كده بختار اوبشن ومن لانجوج بحدد اللغة اللي انا عايزها. لازم احدد يبقى الاثنين نفس اللغة، واختار set as preferred، واختار من تحت set as preferred. تمام، هو دي هي برضو الهايبر لينك، يعني نفس الهايبر لينك اللي هو الكروس ريفرنس. هنعرفه اكتر برضو مع جزء اللي هو المرايا، اللي هو تاب ريفرنس. هنرجع لها تاني، يعني ما تقلقوش منها. تمام، والبوك مارك برضو نفس القصة، يعني اللي هو العلامات. ده كله ده يعني الكروس، نرجع له تاني بس الناس ما تقلقش مني، يعني هي انا مش هستعملها، كل شغلي هيكون على اللينك. هي حاجة تاني زي اللينك برضو، بس اسمها كروس ريفرنس. والبوك مارك نفس القصة، شغله كله هيكون على اللينك. تمام. الناس طب في 2010 ممكن تلاقوا كومنت، هتلاقوها في قائمة فيو او ريفيو تقريبا. ناس ممكن تكون في تاب تاني، ممكن تكون موجودة معاكم في تاب تاني. من قائمة ريفيو، الناس تدخل على قائمة ريفيو، في حاجة اسمها نيو كومنت اهي، من قائمة ريفيو في 2010 بالظبط كده، قائمة ريفيو برضو الناس ما تقلقش منها، هنشرحها تاني برضو، هنا هنشرحها تاني. تمام، من قائمة ريفيو 2010. نكمل زي ما قلنا، الهيدر لو عايز اعمل رأس من فوق، ادي اشكال مختلفة للهيدر. بيقول لي المور هيدر، بيديني اشكال اكتر. ريموف هيدر لو عايز اشيل الهيدر اللي انا عملته. تمام، الايديت هيدر لو عايز اعدل في الهيدر اللي انا عملت له. يعني مثلا اخترت الهيدر ده، الهيدر بيظهر معايا في كل الصفحات، هيظهر معايا في كل الصفحات. ادي الهيدر، اعدل فيه زي ما انا عايز، اكتب مثلا اوفيس اللي هو الرأس، وورد مثلا للأربعاء. ظهر عندي أوامر تانية هي مختلفة من فوق، حاجة اسمها different first page و different even page و show document text. show document text معناه إن هو يظهرها لي في كل المستند. اما الديفرنت اود او الايفن بيج اللي هي الصفحات الزوجيه 2 4 6 وهكذا. الديفرنت فيرست بيج معناها ان كله يظهر لي ما عدا اول صفحه بس انا عايزها مختلفه. لو دوست مثلا حاجه زي كده، رحت دوست كلوز، فاهو ناس واخده بالها، في اول صفحه ظهر معايا، الصفحه الثانيه ما ظهرش، ثالث صفحه ظهر، يعني قصدي في الفرديه اهي، رابع صفحة ظهر. جيت زي ما هو كده، رحت لغيت ده، خليتها different first page، فهو ظهرها لي في كله ما عدا أول صفحة، ما عدا أول صفحة. لا، هو دي بيكون فيها مشكلة، إن أنا في كل صفحة أعمل هيدر مختلفة. لا، هي بيكون متاح عندك مثلا اللي هو صفحة رقم 1 3، يعني صفحة واسيب صفحة، صفحة واسيب صفحة، يا إما كله يكون هيدر ما عدا أول صفحة، يا إما المستند كله بالكامل. نافيجيشن هنعرفه برضه هنا، لو عايز أذهب للفوتر أو أدوس على جو تو فوتر، أرجع تاني
البريفيس اللي هو السابق، بعد ارجع للحاله السابقه. ده نتعلم فيدنا اكتر في البيج نمبر. النكست اهي من هنا برضو. الهيدر فروم توب، عايزه الهيدر من الاعلى، المسافه بتاعته كام اهو، من البوتوم الاسفل مسافته كام. انسرت الاينمنت تاب، او عايز الهيدر ازاي، emergence ولا indent، ولا عايزه في المنتصف، بلعب فيه زي ما انا عايز يعني. الليدر الناس واخده بالها، عايز يعني معناه ان انا عايز اخلي مثلا، يعني حاجه واحده بس الليدر، او حاجتين، او خليت اتنين. خلي بيم اريبيا اهو في الاول ليدر، بيلعب لي في الاشكال. لو قعدت اغير برضو خليتها خمسة، بس واخدة بالها بيحصل ايه معايا. بس عايز اقفل الهيدر اللي انا عملته، ادوس كلوز هيدر اند فوتر. نفس الكلام اروح على انسيرت، اختار فوتر، نفس اللي انا عملته في الهيدر بعمله في الفوتر، بس الفوتر بيكون من تحت، من تحت. تمام، تمام. في حد رفع ايده؟ هو حضرتك كنت مش شايف، حضرتك مش شايف، كنت بتشوف الموضوع كده الصور كده، وقايل انها انفوجراف ولا صح؟ طب ده هل البرنامج ده احسن ولا اسمه ده الباوربوينت؟ ميزة الباوربوينت على الوورد، ان الباوربوينت فيه انا ممكن اعمل حاجة اسمها ترانزيشن وانيميشن، يعني ممكن اعمل اللي هو التأثيرات. ممكن اعمل يعني لو دخلت على الباوربوينت، تمام، نفس الكلام اللي انا بعمله هنا، بس في زيادة عني ترانزيشن والانيميشن، الحركات والمؤثرات بتاعة الصفحة وبتاعة الكلام اللي انا بدرجه. الوورد بقى ما فيهوش الكلام ده، الوورد انا الشكل هيبقى ثابت عندي، لكن هو الاثنين واحد، والاثنين صح، والاثنين زي بعض. الفكره كلها زياده الباور بوينت على الوورد، ان الباور ممكن اعمل فيه مثلا تاثيرات زياده، ممكن اعمل فيه حركات زياده، مؤثرات زياده. ده بس الاختلاف، هنتعلم ازاي نعمله هنا، وهنتعلم ازاي نعمله على الباور بوينت، زي ما احنا هنتعلم ان شاء الله يعني ازاي نعمل رسوم متحركة وموشن جرافيك، وازاي نعمل برضو اللي هو العد التنازلي، حاجات كتير هنتعلمها ان شاء الله في الباور. برضو الوورد هنعمل ازاي، هنتعلم ازاي نعمل رسوم، بس مش المتحركة، تبقى الثابتة، لان برنامج الوورد خاص بالحاجات الثابتة وليس المتحركة. تمام، بعد كده في حاجة اسمها البيج نمبر، ارقام الصفحات. ظهرت عندي قائمة زي كده، قائمة فيها توب اوف بيج، انت عايز الرقم من فوق، البوتوم عايزه من اسفل، ولا البيج مارجنس اللي هو شايفين الرقم ظهر لي فين، ناحية اليسار. دوسنا انسيرت، اخترت بيج نمبر، ولا عايزه مثلا في كرنت بوزيشن، المكان الحالي اهو، المكان اللي انت واقف فيه. ولا مثلا عايز فورمات بيج نمبر. فورمات بيج نمبر دي هنتعلم منها ازاي ابدا الترقيم من صفحه معينه، هنتعلمها ان شاء الله المحاضره الجايه. ريموف بيج نمبر، لو عايز اشيل او ازاله ارقام الصفحات. تمام، اخترت بيج نمبر، اخترت بوتوم اهو، بيرتب لي كل الصفحات اللي عندي، بيرتب لي الصفحات اللي عندهم بالترتيب. بعد كده في حاجه اسمها تكست، تكست اللي هو النص. اول حاجه عندي اسمها التكست بوكس، مربع نص. دي مربعات نص جاهزه ممكن اختارها. هنا بيقول لي مور تكست بوكسز، مربعات اكتر. درو تكست بوكس، لو عايز ارسم انا التكست بوكس اهو، ارسمه زي ما انا عايز، واكتب جواه اي حاجه انا عايزها.
الكويك بارتز، الاوتو تيكس، الاوتو اللي هو النص التلقائي. بالنسبة ل هنا في الدوكمنت جلوبال كومبانيز كومباني، أو ممكن الحاجات اللي بتكون ظاهرة عندي في لما باجي أعمل الكفر بيج، تمام، واخدين شايفين الكلام الصغير اللي ظاهر فوق المربع النص اللي بيقول لي معناه إن ده أبستراكت، ده أبستراكت اللي هو نبذة مختصرة. لكن لو عايز أنا أعمل مثلا زي كومنت تعليق، فانا اهو اكتب التعليق اللي انا عايزه، ومن فوق ظاهر لي فوق الكلمه بيقول لي ان ده كومنت، ده تعليق، ده تعليق، تمام، وهكذا في الباقي. الوورد ارت خاص باشكال الكلام، يعني مثلا اهو اخترت ظهر لي الكلام ازاي، وبرده التنسيقات اللي بتظهر لي عادي، تمام. الدروب كاب دي بنستعملها كتير، لو انا مثلا انا الناس بتلاحظ في اي كتاب اول حرف مثلا بيكون كبير شويه، بختار الدروب كاب اهو، شايفين اول حرف مع بدايه الكلمه بيكون كبير. نفس الكلام ده انا عايز اعمل دروب كاب، بس هيكون كده، شوف انا المناسب عندي واعمله دروب كاب اوبشن. لو عايز مثلا كده، عايزه كده، بغير فيه زي ما انا عايز. الفونت، الخط نفسه، هي الخطوط، اللاين تضرب اللاين، خليته مثلا 8، كبرته. عايز الديستنس فروم تكست، المسافة من النص، عايزها مثلا 3، شايفين ادي في مسافة، ممكن ده اخده زي ما هو كده. شايفين اللي هي المربعات الصغيرة ظهرت ناحية في ناحية كل جانب، ممكن أكبر أصغر منيها. أجي في النص عايز أحرك بحركة عادي زي ما أنا عايز في المكان اللي أنا عايزه، تمام. signature line اللي هو التوقيع، تمام. جيت مثلا عايز اعمل توقيع باسمي، فبيقول لي اللي هو بيديني مثال اهو هنا، بيقول لي مثلا انت عايز توقع باسمي، مثلا عايز اوقع باسم محمد رمضان، التايتل العنوان بتاع الموقع، يعني هو مثلا مدير ولا هو مدرب ولا ايه بالظبط. اخترت مثلا ليكشرز، عايز تكتب هنا الايميل بتاع المدرب، انت مش عايز تكتب براحتك. بيقول لي هنا يسمح ان الموقع يضيف اي تعليق، تمام، هنا يسمح ليه اللي هو بيديني التاريخ بتاع الموقع، لو دوست اوكي شايفين ظهر لي ايه، ادي التوقيع بتاعي، ادي التوقيع بتاعي، تمام، ده التوقيع بتاعي. بس برضه هنتعلم ازاي نعمله يدوي، يعني ممكن مثلا اكتب توقيع زي كده محمد مثلا رمضان، تمام. اروح اجي مثلا على الكلمة دي، اعمل مثلا تحتها خط، انا مش عايز كل ده، عايز الكلمة نفسها، يبقى تحتها خط، أي من تحت مثلا مانجر، بس دي مش عايزة خط، هنتعلم برضه ازاي نظبط التوقيع بتاعنا. يعني حضرتك متعلم الأوامر، هيبقى في سيشنات كاملة للتطبيقات، يعني سيشن كامل لتطبيق الغلاف والكارت الشخصي والبانر والبروشور والفلاير
الانفوجرافيك، هنتعلم ازاي نعمل اللي هو الناس لو عارفة تمام حاجة مثلا زي كده، هنتعلم ازاي نعمله بالوورد، وهنتعلم في نفس الوقت ازاي نعمله برضو بالباور، بس احنا برضو هنتعلم ازاي نعمل الكلام ده بالوورد سهل مفيهوش اي مشكلة. هنكمل تاب انسيرت الديت اند تايم، لو عايز احط تاريخ اليوم، التاريخ بتاع النهارده اهو ظهر عندي اشكال كتيرة للتاريخ، اللغة عربي ولا انجليزي اهو، نوع التاريخ اهو انواع مختلفة، اخترت ده اهو ظهر عندي تاريخ النهاردة. اوبجكت تمام. في حاجتين، اول حاجه اوبجكت وبعد كده تكست فروم فايل. لو اخترت تكست فروم فايل ورحت مثلا اخترت ملف وورد حلو كده، دوس انسيرت، كل الكلام اللي داخل الملف اللي انت عملته كل الكلام ظهر لي كنص داخل الملف اللي انت فاتحه دلوقتي، كل اللي انت كنت عامله في ملف الوورد رحت لما دوست على اوبجكت دوست تكست فروم فايل بيحول لك ملف نفسه لكلام داخل المستند اللي انت فاتحه. اوبجكت ده لو مثلا عندي ملفين وورد عايز ادمج الملفين مع بعض، يعني مثلا انا عندي ادي ملف تمام حلو كده، جيت هنا عايز ادمج معاه ملف تاني دوست اوبجكت اختار كرييت فروم فايل، بعد كده ادوس على براوز اختار ديسكتوب، اختار مثلا حاجه زي كده ادوس انسيرت، بعد كده ادوس اوكي كده ادرج لي كل الكلام الموجود في الملف التاني. اختار الاثنين واحد ما فهمش اي حاجه، اللي هو التكست فروم فايل والاوبجكت يعني تمام. بعد كده في حاجة اسمها الايكويشن والسيمبل، الايكويشن اللي هي المعادلات، في معادلات جاهزة زي كده الاريا اوف سايكل مساحة الدائرة باي ار تربيع سبنشن اوف سام اهو، في معادلات جاهزة عندي مور ايكويشن معادلات اكتر، لو عايز مثلا اعمل insert new equation بدوس عليها وظهرت لي عندي equation تاني، لو دوست على equation من هنا تظهر عندي المعادلات اللي كانت ظاهرة عندي، convert اشوف عايز احولها شكل المعادلات اللي عندي عايزها بروفيشنال ولا linear ولا ايه بالظبط، وادي عندي رموز تانية ظاهرة عندي زي الرو الكثافة الميو السيتا، هتلاقي برضو البيتا والالفا الأوميجا التاو اللي هو التورك الستريس السيجما الباي، كلها رموز رياضية، السبيسيفيك ويت تمام فاي، هذا كل ده ظاهر عندي. من هنا بقى في حاجة اسمها فريكشن معادلات تانية اللي هو البسط على المقام اهو، ده بالنسبة لحاجة من المعدلات التفاضلية ناس بتوع هندسة أو بتوع تربية كانوا بياخدوها في سنة أولى، أدي دي واي على دي إكس دلتا واي على دلتا إكس والكلام ده. سكريبت برضو اللي هو الـ E، لو عايز مثلا تطبع حاجة أس حاجة عاوز أعمل حرف الـ E عملته أهو، أكتب اللي أنا عايزه من فوق حدده وأكتب اللي أنا عايزه، مثلا هشيل الدلتا أهو وأدي عملت E أس 12
بس درجة 12 تمام. هنا اللي هو الجذر، دي المعادلة لو عندي معادلة ما تتحلش بحلها بالصيغة دي. ده لو بجيب وتر أو أي حاجة، مثلا جذر A تربيع زائد B تربيع، انتجرال اللي هو التكامل، في تكامل محدد وتكامل بعد زي كده، في تكامل ثنائي وتكامل ثلاثي تمام. برضو اللارج اوبريت اللي هو الصم سمشن، هذه اشكال مختلفة. بعد كده بريكت، لو عايز اعمل حد مطلق او شوف انا عايز اعمل، ادي اشكال مختلفة. بعد كده الفانكشن اللي هو الدول المثلثية، ساين كوزاين التان الكوتان سيك الكوزيك، الساين ماينس 1 كوزاين ماينس 1 والسيك ماينس 1 وهكذا. دي برضو معادلات او دي اشكال تانية. هنا الليميت اند اللوج اللي هو اللوج لوغاريتم، والليميت اللي هي النهايات، المين والماكس واللين. وجريت برضو من هنا اهو اشكال مختلفة بتظهر معايا. هنا الماتريكس اللي هي المصفوفة، المصفوفة هنا 2 في 3 ام بي تي ماتريكس مصفوفة 2 في 3، 2 زي ما قلنا اللي هو صفين، 3 اللي هو الأعمدة. هنا مصفوفة 3 في 3، مصفوفة 3 في 2، 3 صفوف وعمودين تمام. في محدد وفي مصفوفة، يعني اخترت مثلا حاجة زي كده، دي مصفوفة الوحدة، مصفوفة الوحدة دي شلت مثلا اهو رقم 12، شلت الـ إيه أو دوست لغيت على من على insert equation، insert new equation مثلا. اخترت انا قلت عايز اعمل بس على بريكس، اخترت دي ورحت جيت من جوه اخترت اللي هي المصفوفه صفت الوحده، شايفين ايه اللي ظهر معايا تمام. دي بالنسبه للمعادلات يعني. زي ما قلنا هو اكبر من او اصغر، اكبر من او يساوي، اصغر من او يساوي، لا يساوي، يساوي، ما لا نهايه، حاجات كتيره ظهر عندي في المعادلات. بعد كده السمبل، ايه الرموز؟ شايفين اهي رمز مثلا لو بعمل سي في وعايز اعمل رمز التليفون اهو، ادي رمز تاني مثلا اهو، تمام. من مور سمبل بيظهر لي سمبل كتيره. اهي بس واخدة بالها، لو دوست على الفونت هنا الخط بيظهر لي حاجات كتيرة، من السب سيت بيظهر لي رموز أكتر وأكتر أهو. لو مسكت الرول من هنا وأقعد أغير زي ما أنا عايز هتظهر لي رموز. كاركتر كود بيديك الكود بتاع الرمز اللي عندك أهو، الكود بتاعه من تحت. الفروم أن كود، ولا عايزه ديسيمال، هو بيديك الكود تمام، وبيديك الكود انت عايزه مثلا هيكس ولا ديسيمال ولا هيكس. الهيكس والديسيمال يعني ناس في هندسه كانت بياخدوها في اعدادي اللي هو مبادئ الحاسب الالي، ازاي احول ارقام من ديسيمال لهيكس ومن هيكس لديسيمال، فاكيد هم فاهمين الكلام ده. حتى لو حد برضه ليه في تخصص البرمجه هيفهم يعني ايه ديسيمال وايه هيكس. الاوتو كوريكت ادي بيديني الرموز تمام. لو عايز اعمل مثلا سهم زي كده بدوس شرطه وشرطه واكبر تمام. بلان تكست لو عايز استبدلها اهي. الماتش كوريكت برضو بيدي لك اهو اختصارات، يعني مثلا عايز اعمل الالفا
بعمل الشرطة المايلة بس مش ناحية اليمين، ناحية اليسار، وتكون مايلة ناحية اليسار، تمام؟ وأدوس جنبها كلمة ألفا، شايفين؟ أي حاجة عايز أعملها مثلا بدور على مش لاقيها، عايز أدوس مثلا بدور على الأنجل، بدوس ألفا وكلمة أنجل، بدوس إنتر بعد كده، أهي. البيتا نفس الكلام، في فرق ما بين البيتا البي سمول والبي كابيتال، دي كلها اختصارات، تمام؟ السبيشال كاركترز برضه مديك اختصارات هنا، تمام. في حاجة نسينا نقولها، يعني مثلا لو جينا قلنا يساوي راند، ظهر معايا النص ده، فلو جيت حددت النص ده وجيت من قائمة هوم الستايل اللي عندي، شايفين؟ بيظهر لي أشكال مختلفة من الخطوط. كرييت ستايل، لو عايز اعمل ستايل خاص بيا، كلير فورماتيك لو عايز اشيل الستايل، ابلاي ستايل لو عايز اطبق الستايل ده، فلو دوست كرييت مثلا ستايل، اسمي الستايل مثلا اسميه باسمي محمد، مديلك نقول موديفاي مثلا، بعد ما ادوس موديفاي العب في الستايل زي ما انا عايز، ستايل تايب هذا نوع الستايل اللي بيعتمد على ايه، النورمال، الخط نفسه عايزه مثلا كده، حجم الخط عايز اكبره شوية، عايز اخليه اديله بولد، اللون نفسه مثلا اخليه احمر، عايزه كومبلكس ولا عايزه ايه، اخليه مثلا في النص، واقعد العب في الاعدادات من هنا عادي، ادوس اوكي. فكده انا عملت اهو، شايفين ظهر في الاول، عملت ستايل باسمي بدل ما كل شويه اغير في الستايلات، فانا كده عملت ستايل باسمي. عايز احذفه بدوس عليه كليك يمين، وفي حاجه اسمها رينيم لو عايز اعمل اعاده تسميه، سيلكت اول لو عايز احدد كل النص، ريموف لو عايز اشيله، لو عايز اضيفه في الكوك اكسس بار، ابديت لو عايز اعمل له تحديث، موديفاي لو عايز اعمل تعديل عليه، جست ريموف وكده اتشل، تمام. الناس تركز معايا في المسطره من فوق، انا لو عايز اخلي الكلام يجي مع بدايه الصفحه، المسطره انا لو مسكتها من المثلث من تحت، شايفين بيحصل ايه معايا؟ شايفين مش في مستطيل تحت، مكتوب ليفت اندنت، وهنا فيرست لاين اندنت، لو مسكته من تحت فبص بيتحرك كده مع بدايه الصفحه اهو، مسكته من هنا بقول رايت اندنت اللي هو المسافات البديهه ناحيه اليسار، انا كده بلعب المسطره بتلعب لي في المسافات البادئه، تمام. زي ما قلنا هنا انديشن اللي هو المسافات البادئه، الناس واخده اللي هو البريفيو، واخده بالها من البريفيو اهو، مسافات البادئه اللي هنا ناحيه اليسار ده اللي هو البيفور تكست، لكن بعده بعد النص من ناحيه اليمين، لكن هي بيظهر معايا بس، وقد اغير فيه زي ما انا عايز. ده بالنسبه لقائمه فايل وهوم وانسرت، تمام. لحد هنا ثلاث قوائم دول فيهم حاجه مش مفهومه، الثلاث قوائم دول فيهم حاجه مش مفهومه، احنا معانا بعد كده الديزاين اللي اوت في 2010 هيكون بدل القائمتين دول اسمه بيج لي اوت، جه في 2016 و19 قسمهم خلاهم ديزاين وخلاهم لي اوت. تمام. بالنسبة للأوبجكت قلنا لو أنا عندي مثلا بيقول لك أوبجكت أو تكست فروم فايل، لو عايز أدمج ملفين وورد مع بعض، او لو عايز اجيب مثلا كلام من ملف وورد عندي احطه داخل المستند، فلو جيت مثلا هنا ورحت دوست اوبجكت بعد كده تكست فروم فايل، اخترت مثلا الفايل ده دوست عليه ودوست اوكي، فهو
مش معنى هو كل الكلام الموجود داخل الفايل ده هيظهر لي ككلام داخل المستند اللي عندي اهو. ده بالنسبة ل object، جينا حددنا ده مثلا، او جينا دخلنا على تاب ديزاين مديني سيمز اشكال مختلفة سيمز، الناس هتلاقي في تغيرات بس بسيطة كده. لو جيت فتحت صفحة جديدة كتبت يساوي راند، هذا القوس وقفلت القوس ودوست انتر تمام، اخترت السيمز اهو، ناس واخدة بالها من الكلام اللي بيتغير ده تمام. جنبها برضو الدوكمنت فورميشن برضو نفس اللي هو الستايل اللي احنا السيالات اللي احنا اشتغلنا عليها في قائمة هوم اهي. اخترت مثلا انا ده الكلر، ممكن اغير اللون زي ما انا عايز اهو، بس هو تلاقيه يعني مش واضح معاك، بيغير لك الكلر بتاع ايه اللي هو الاشكال دي. يعني انت اخترت مثلا، انا هنا اخترت السيمز ده، شايفين هنا بيتغير معايا في الدوكمنت فورماتنج، بيتغير الاشكال اهي، الكلر بيتغير، هي اللون بتاع الحاجات دي، الالوان بتاعه الدوكمنت فورماتنج، بختار الالوان زي ما انا عايز. الخط نفسه بغيره من هنا اهو، شوف انا عايزه ازاي. باراجراف سبيسنج، المسافه، مسافات ما بين حروف زي ما كنا بنجيبها من قائمه هوم، بنختار هنا 1.5 تمام. الإفكت اللي هو التأثيرات هيتبان أكتر، مثلا لو أنا عندي، لو عندي مثلا شيبس تمام، بس على انسيرت قلنا خليهم جروب واحد من ديزاين، اختار الايفكت هنا التأثيرات، شايفين التأثيرات بتتغير، ده خاص بالشيبس. سيت اس ديفولت يرجع لكل حاجة زي ما كانت، او حتى الستايلز السنزات والكلام ده تمام. بعد كده هناخد نبذة مختصرة عن الووتر مارك اهو، اللي هو العلامة المائية. هنا مور ووتر مارك، لو عايز علامة مائية، علامات مائية اكتر من الظاهرة عندي، مفيش اصلا عندي. هنا الكاستم، لو عايز اعمل الاعدادات بتاعت الووتر مارك، رينيم لو عايز اشيل الووتر مارك، لو دوست على الكاستم تمام. مديني اختيارات، لو عايزها كصورة مثلا الووتر مارك بيكشرز ووتر مارك، السكيل اللي هو الحجم بتاع الصورة، سيلكت بيكشرز دراويز، اخترت مثلا الصورة دي ودوست اوكي، ظهرت لي كووتر مارك تمام. دوست عليها تاني اهو، الصورة نفسها شلت، اتعلمت الصح من الوش اوت، دوست ابلاي اهو، فظهرت معايا. انا مش عايز، انا عايز تكست نص لانجوج اللي هو غير اللغه زي ما انا عايز اهو، اللغه خليها مثلا انجليزي، تكست اكتب النص اللي انا عايزه تمام. الفونت اللي هو نوع الخط، اكتب زي ما انا عايز النوع اهو، السايز اللي هو حجم الخط، الكلر اللي هو لون الخط اهو، هنا لو عايزه هوريزونتال افقي اهو، لو عايزه دايجونال اللي هو بيكون مايل، صغرت الحجم خليته كده، صغر تاني مثلا خليه 66، السيمي ترانسبيرنت
لو عايز خليه يكون ظاهر زي كده، لو مش عايز اظهره دوست ابلاي، بعد كده دوس. فده بالنسبة للوتر مارك، يعني هو ما فيهوش شغل كتير ووتر مارك. بس الناس يا ريت تفهم، يعني هي الناس بالنسبة للوتر مارك او البيج كلر، يا اما تحط ده يا اما تحط ده. فلو جينا عملنا بيج كلر اللي هو لون الصفحة، تمام. في اختيارات مش هتنفع معايا في الوتر مارك، يعني انا عامل ووتر مارك وعامل بيش ف يعني الناس هتعمل ده هتعمل ده، يعني يفضل. لو عايز اعمل الفيل افكت ظهرت عندي قائمة تانية. بالنسبة للي عايزه لون واحد واللي عايزه لونين، يعني تدريجي مثلا، اهو شايفين التدريج اللي بيحصل، ولا بيرست حاجة زي كده. فبيقول لي الشادنج ستايلز اللي هو الستايل بتاع الشادنج، عايزه هوريزنتال ولا عايزه فيرتيكال. ناس تخلي بالها من البريفيو اللي بيحصل تحت، ولا الديجونال مايل ولا الداون، لا مايل لاسفل او مايل لاعلى. فروم سنتر ولا عايزه من فروم سنتر او فروم كورنر، لو دوست عليه تمام. دوست تاني مثلا مور كرر، لو عايز الوان تاني اهو دوست اوكي، فظهر عندي الوان مختلفه في الافكت ده. بالنسبه للجريديانت تيكت شارب اهو، اخترت حاجات زي كده اهو، اشكال تانية. الباترن تظليل اللي زي كده، ناس واخدة بالها اللي بيحصل معايا. البيكشرز لو عايز احط صورة من سيلكت بيكشرز، تمام. هي حاجات سهلة ما فيهاش أي حاجة. بعد كده لو دخلنا على البيج بوردر، الناس يعني الناس تفتكر البيج بوردر جبناه من فين قبل كده؟ جبناه من قائمة هوم، وبعد كده من البوردر اخترت البوردر اند شادو، ظهرت عندي القائمة دي. وبرده تاني في الديزاين من بيج بوردر ظهرت عندي بوردر، البيج بوردر اهو البوكس، اختار زي ما انا عايز الستايلز، الكرر اللي هو اللون عايزه ده، الويدز العرض بتاعه، او لو انت مثلا مش عايزه كحدود زي كده، عايزه مثلا اشكال اهي، اخترت حاجه زي كده مثلا دوست اوكي. شايفين اللي ظهر معايا؟ زي ما قلنا الابلاي لو عايز اطبقها على المستند دي، ولا الصفحه الاولانيه فقط، ولا كله مع الصفحه الاولانيه. لو عايز اعمل حدود بس بتظليل، لو عايز اعمل له شادو زي كده، لو عايز اعمله ك3 دي، لو عايز مثلا اعمله اعمل حاجه كاستم زي كده، اقعد اغير زي ما انا عايز. الشيدنج زي ما قلنا التظليل نفسه بيكون ازاي. الناس لو ملاحظه هنا الكلر الالوان هنا متغيره، فلو جينا في قائمه هوم لو دوسنا على الالوان، شايفين الالوان بقت شكلها ازاي؟ جاب لي الوان تانية، جاب لي الوان تانية. جيت على ديزاين ورحت اخترت مثلا الالوان دي، لو رجعت على الهوم شايفين الالوان اتغيرت برضو معايا. جيت هنا في الكلر اخترت انا اللون الوان دي، اتغير معايا في الستايل اللي فوق. ولو جيت على قائمة هوم في الالوان نفسها اتغيرت اهي، اديني اشكال الوان تاني مختلفة. تمام، حتى بتغير معايا كل حاجة اللي هو الستايل بتاع الدوكمنت فورماتنج، أو الستايل برضو اللي هنا بتاع الستايلات بيتغير شكلها من ديزاين بختار الكولر، أو من بيج لأوت 2010 عند الريد فورنج. لو جيت على الهوم دوست على الألوان هتلاقي الألوان عندي اختلفت شوية. تمام، انا مش هزود اكتر من كده النهارده. المسطره الموجوده النهارده مدرجه من مكان معين؟ لا، هو المسطره بتكون مدرجه من فوق، تمام.
بدرجها ازاي مثلا من قائمة فيو، في حاجة اسمها الرول تورال اللي هو المسطرة فيو، لو دوست عند الصح ظهرت معايا، لغيت عند الصح لغي معايا جريديانت اهو شبكة رسم بياني انا يعني. طب لو دوست مثلا على المسطرة بالنسبة للبيبر فهي بتكون مدروجة معايا من فوق بالنسبة للمسطرة. تمام. لحد الآن في حاجة في تاب فايل وهوم وانسيرت وديزاين؟ حد هنا في حاجة مش مفهومة؟ حد تاب ديزاين؟ أنا برضه عشان كمية المعلومات اللي خدناها لحد الآن أنا مش هزود عليكم أكتر من كده، أنا كده النهاردة مش هدي حاجات تانية، هكتفي بكده النهاردة. أنا هكتفي بكده النهاردة، تمام؟ التوقيع اليدوي، اللي عنده أي سؤال يسأل يا شباب. من تاب انسيرت وحاجة اسمها السيناتشر لاين، لو دوست على الاد سيناتشر سيرفيس بيدخلني على اللاين اشكال تانية مختلفة، فانا لا انا هدوس على سيناتشر لاين وهدوس مايكروسوفت اوفيس سيناتشر لاين، بكتب اللي هو بقول لك ايه الاسم المقترح بتاع الموقع، بيديك مثال مثلا جون دو، اكتب اسمك هنا، هنا تكتب اللقب بتاعك اللي هو التايتل او ساينر تايتل، هنا تكتب الايميل ادريس بتاعك لو عايز تكتبه، هنا بكتب يعني مثلا انا كتبت هنا محمد حاجة سريعة كده اهو محمد، اللقب مثلا حاضر، هنا لو عايز اكتب الادرس بتاعي هنا بيقول لي قبل الكلام ده عايز تكتب ايه، لو كتبت مثلا مايكروسوفت سوفت اوفيس دبلومة رحت دست اوكي، ده اللي ظهر عندي بيقول لي محمد اهو واد المحاضر، عندك علامة الاكس before you can add signature. هنتعلم برضو بالنسبة للاكس دي ازاي نكتب فيها ونحلها ازاي برضو المحاضرة الجاية، انا مش عايز ازود عليكم اكتر من كده، ده لو عايز اعمل حاجة جاهزة، لكن لو يدوي طبعا بكل سهولة ممكن تتعمل يدوي. تمام. عايز توقيع مش مجرد اسم، هو انا فاهمك، هو عايز توقيع، انا مثلا اسمي ده كان محمد مثلا، انا ممكن اعمله يدوي بس اعمله باشكال مختلفة، يعني مثلا انا هوقع، يعني انا هوريكم حاجة، هذه كتصميم مثلا شهادة. تمام. هنتعلم برضو ازاي نعمل التصميم ده. تمام. انا قلت لكم بالنسبة تصميم شهادة زي كده اهو صممت، الناس واخدة بالها من الاسم اللي تحت، شايفين الاسم اتوقع ازاي، الاسم نفسه بغير طريقة الكتابة بتاعته، طريقة الكتابة بتاعته، نوع الكتابة، نوع الخط، نوع الخط اهو بغيره من هنا زي ما انا عايز لحد ما اوصل لشكل مناسب للتوقيع، الناس ما تقلقش منها يعني،
التوقيع هيظهر عندي حاجات تانية إن شاء الله. الناس تفكرني إن هنريح تاني على السينيتشر المحاضرة الجاية، لأن فيها التابة، هي التاب الرينج وتاب سايز ما فهمش أي حاجة، يعني إحنا خدناهم قبل كده جروب، لو عايز أعمل قص والهايت ارتفاع والويدث، سند باكورد والروتيت والألاين والراب تكست، الفكرة كلها بس هشرح لكم البريتنس، لو عايز أعمل إضاءة برضو بغير من هنا برضو اهو، تغييرات مختلفة، اشكال مختلفة، ستايل مختلفة، الكرر لو عايز اغير اللون اخليه جريس جراي سكيل او ابيض واسود او رمادي مثلا، كومبرس لو عايز اعمل ضغط الصورة، ريسيت بيكشرز لو عايز كل التغييرات اللي انا عملتها ارجعها تاني، الشادو افكت اللي هو التأثير بتاع التوقيع اللي عندك، البيكشرز بوردر والويدز العرض دي اللي هي الحدود اللي عندك، الشادو افكت. ف هو انت لو عايز تعمل هيدر بتعمله عادي، بتيجي هنا وبتختار من بيكشرز صورة، بتدوس على الهيدر اللي عندك، بتدوس بيكشرز او تدخل على، اخترت مثلا ده فظهر عندي، قلنا عشان احركه من الراب تكست هختار صوت، اعدل فيه زي ما انا عايز، خليه مثلا دوس انتر، امسكه زي ما هو خليه فوق، اعدل فيها تمام. شوف انا فخليه زي كده، لو دوست على الكلوز هيدر اند فوتر فبيجي عندي كله الفوتر في الهيدر عندي اهو، ده اللوجو. طريقة فورمة التوقيع، الناس متقلقش من فورمة التوقيع دي، هي مش مهمة خالص بس هنعيد عليها تاني، الناس متقلقش منها، بالتفصيل هنعيد عليها المرة الجاية، احنا يعتبر عدناها بالتفصيل او قلناها بالتفصيل المحاضرة دي، هنعيد عليها تاني. والشكل نفسه يعني انا ممكن مثلا اهو حددت حاجة زي كده، باجي من التايم هنا او من انواع الخط بغير، اقعد اغير اغير زي ما انا عايز لحد ما اوصل لايه، شكل كده زي شكل التوقيع، الناس واخدة بالها اهو من اللي بيحصل معايا، شكل زي ده، شكل زي ده، اقعد اغير لحد ما اوصل لشكل توقيع اهو، مثلا حاجة زي كده اهو، تمام، اشكال شكل زي ده مثلا اوقع بيه تمام. وزي ما قلنا بالنسبة للانسيرت بختار السيجنتشر لاين تمام، اول قائمة بيقول لك اللي هو الساينر اللي هو الموقع، جاي لك مثال فانت تكتب اسمك هنا تحته اللي هو عنوان الموقع، يعني مثلا مانجر يعني الوظيفة بتاعتك ايه، هنا لو عايز تكتب الايميل بتاعك تمام. تمام، وزي ما قلنا الانستراكشن تو ذا ساينر يعني زي ايه، زي تعريف بسيط على الموقع، اوكي بدوس اوكي وهيظهر معايا. انا كده خلصت محاضرة اليوم. في حد عنده اي استفسار بخصوص المحاضرة؟ الناس تركز في تاب فايل وهوم وانسيرت وديزاين، هنزل لكم تاسك برضو، هحاول على قد ما اقدر ما ازودش عليكم تمام. انا هنزل بس برضو تصميمين الناس تعملهم، اما التاسك اللي خاص بالتاب بتاع انسيرت وديزاين واللي اوت هيكون بعد كده، مش هيكون مثلا المحاضرة الجاية، يعني المحاضرة الجاية إن شاء الله هناخد إزاي نصمم، ما هو هيكون في الحاجات اللي أنت خدتوها. بالنسبة للحاجات اللي فاتت دي أو التاسك التالت كان يعني على أساسه لازم نعرف إزاي طريقة الكتابة، إزاي ننسق والكلام ده. بالنسبة للتاسك هيكون يعني ناس تنسق لي
تعمل لي حاجة زي كده، وهتعمل لي حاجة زي كده مثلا، ازاي تتعمل؟ تكون حاجة بسيطة خالص. برضو يعني التاسك اللي بعده اللي هو المحاضرة إن شاء الله الخامسة. في المحاضرة الخامسة هنتعلم مثلا ازاي هنخلص تاب لي اوت، وعلى اساسه مش هندخل على التابات التانية، هنتعلم مع بعض ازاي نعمل غلاف وازاي نعمل شهادة تقدير. التاسك اللي بعده هيكون مطلوب من الناس تصمم لي غلاف كتاب، تصمم لي شهادة تقدير، تصمم لي مثلا كارت شخصي. فكل ده هنعمله مع بعض ان شاء الله. فبالنسبة لتصميم الغلاف هيكون شامل معاك كتير من الاوامر، يعني صورة، شيبس، سمارت ارت. هو انا بفكر اعمل حاجه زي كده، ان انا اخلص الوورد بعد كده نبتدي نشتغل في التصاميم. فدي برضو فكره ان شاء الله هتكون تحت المناقشه. هتناقش مع باشمهندس عمر ومع باشمهندس احمد حسام فيها، بحيث ان احنا نخلص برضو المحاضره الجايه تابلي اوت، وبعد كده نخلص الريفرنس والميلينج والريفيو والفيو. بعد كده هنرجع نشتغل بقى ايه اللي هو هيبقى مثلا في حدود مثلا 4 محاضرات او 5 محاضرات. يبقى كله شغل، كله شغل يعني، كله مثلا هنعمل تصميم غلاف كتاب، تصميم كارت شخصي، تصميم بانر، تصميم مثلا كرنيه، نعمل مثلا تصميم شكل انفوجرافيك، تصميم رسوم، نعمل مع بعض مثلا اشكال مختلفة. بس في بعض التابات محتاج ان انا اطبق عليها، يعني زي مثلا التاب اللي هو الميلينج. تاب الميلينج ده هستعمله في حاجة وحيدة اللي هو اصمم بيه شهادة تقدير، تمام؟ ففي خلال التاب ده هنشرح، احنا بنشرح التاب ده هنشرح ازاي نصمم شهادة تقدير. الفكرة كلها اللي عندي، الفكرة ان انا مش عايز مثلا اخلص الحاجات كلها عشان الناس ما تنساش. بعد كل حاجة ادي كل حاجة كاملة متكاملة، يعني اخلص مثلا تاب ديزاين ولي اوت، ونشتغل تصميم مع بعض غلاف كتاب، ونشتغل تصميم مع بعض كارت شخصي، عشان ندي لكل حاجة حقها برضو، تمام؟ بعد كده بعد ما نخلص نهائيا من التصميمات ندخل على التاب اللي بعده. هنتعلم مثلا لو معانا كتاب ازاي نعمل له مرجع، ازاي بعمل فهرس. هدخل بعد كده على تاب الميلينج من خلاله، بعد ما اخلصه بعمل الحاجه الوحيده اللي بعملها فيه اللي هو بعمل شهاده تقدير، بصممها ازاي. الريفيو برضو ما فيهاش حاجه بسيطه، الفيو نفس الكلام، يعني الريفيو والفيو والميلينج الثلاثه دول ممكن يخلصوا في محاضره واحده. الريفرنس الواحد ممكن ياخد محاضرة معانا، تمام، مع تاب لي اوت. هو الفكرة بس في ايه، ان انا مش عايز مثلا ادخل على جزء جديد وانا مش مخلص القديم. يعني مثلا انا خلصت تاب ديزاين ولي اوت، لازم ادي كل حاجة خاصة بي بجانب التصاميم بتاعته، علشان الناس تكون فاكرة وتطبق ورايا. لان برضه مشروع التخرج هيكون فيه كذا حاجة، مشروع التخرج هيكون مهم للناس. الناس هتصمم لي فيه مثلا غلاف كتاب، وتعمل لي فيه شيبس، وهتعمل لي فيه تيبل، فهيكون شامل متشامل، وتعمل لي ريفرنس مراجع، تمام. ان شاء الله يعني خير يعني. فلحد الان يا ريت الناس تراجع كويس ال4 تابات اللي خدناهم، فايل، هوم، انسيرت، ديزاين. اتمنى لكم التوفيق. انا كده النهارده خلصت. باشمهندس احمد حسام، باشمهندس معايا؟ حضرتك معايا يا باشمهندس؟ معاك هندسة بس الصوت معلق بس. تمام، هو أنا كده النهاردة خلصت يعني، تمام؟ طيب تمام يا فندم. يعني قبل ما أنهي لو في أي حد عنده استفسار اتفضل، لو ما فيش معاكم موجود باشمهندس أحمد حسام. تمام، وبرضو انا يعني بعتذر لو طولت على الناس النهارده. السيشن فيه كميه معلومات كتيره، فالناس تركز والناس يا ريت تتابع. يعني انا مش هقول لك، مش هجبر حد ان هو يتابع، بس الفكره نفسها يعني انا هديك كل حاجه خاصه بالورد، كتصاميم، كشغل، بحيث ان انت لما تيجي تستعمله بعد كده يعني
في حاجات كتيرة ممكن أنا ما استعملهاش بالفوتوشوب ولا الانستريتور ولا الانديزاين، ممكن أستعمل فيه برنامج الوورد بكل سهولة. لأن في نفس الوقت يعني في ناس بيكونش عندها المقدرة إنها تستعمل البرامج دي، بيكون مثلا مساحتها كتيرة ومحتاجة رامة أكبر ومحتاجة كارت شاشة أكبر، ف كارت شاشة معين مثلا كور اي 7 كور اي 5، حاجات معينة ممكن ما اشتغلش معاك في الفوتوشوب، لكن الوورد شغال معاك في كل حاجة. في حد انا سألني استاذ روماني او باشمهندس روماني سأل الفرق ما بين الاي سي 3 او الاي سي ديل، هو ما فيش فرق، الاثنين واحد، بس الفكرة نفسها ان الاي سي 3 نسخة محدثة من الاي سي ديل، تمام، نسخة محدثة من الاي سي ديل. بالنسبة للاي سي ديل انت بتدرس فيها مجرد اساسيات فقط، اساسيات يعني مثلا ازاي تكتب، ازاي تكبر الخط، ازاي تصغره، ازاي تدرس صورة، ازاي تعمل تيبل، حاجات اللي هي الاساسية فقط، تمام، حاجات اللي هي اي حد بيستعملها. بالنسبة للاي سي 3، الاي سي 3 نفس الكلام برضو بيدرسه نفس الكلام، بس بتاخد اوامر زيادة، يعني مثلا كتابهم ازاي مثلا بيزود الحاجات دي بيشرحها لك، بيشرح لك مثلا في الانسيرت، بيشرح لك البلانك بيج، البيج بريك، اللينك، بيشرح لك حاجات زياده يعني. هما الاثنين واحد، مفيش ما فيهمش اي اختلاف، ما فيهمش اي اختلاف، مجرد ان الاي سي 3 نسخه محدثه من الاي سي ديل. الاختلاف الثاني ان الامتحان الدولي، الامتحان الدولي بالنسبه لشهاده الاي سي ديل شهاده معتمده دوليا ومعتمده يعني سواء في الوطن العربي او في العالم الاوروبي، لان الشهاده هي اصلا مش الشهاده، مش شهاده مصريه، تمام، فبيكون عليها مراقب من شركه سيرت بورد، مراقب بيجي يراقب عليك في الامتحان، حتى الناس اللي امتحنت الشهاده الدوليه هتلاقي في مراقب قبل ما تدخل، بيكون في بعض الاجراءات لازم يتاكد من البطاقه بتاعتك ان انت اللي موجود، تمام، وفي وقت معين بتمتحن بيه. لكن بالنسبة للاي سي 3 هي بتكون برضو امتحان عادي دولي، بس هي مش معتمدة دوليا، مش معتمدة دوليا كامتحان دولي، مش ككورس، كامتحان دولي مش معتمد دولي، لان اي حد ممكن ياخد الشهادة، وفي نفس الوقت ما بيكونش عليك مراقب من شركة سيرت بورد، انت مجرد ان انت بتقعد تدخل على الانترنت، تمام، ومع نفسك وتمتحن عادي الامتحان. لكن الاي سي دي ال بيكون في لازم يكون في مراقب من شركة سيرك بورد عليك في الامتحان، بس هي الفكرة نفسها ما فيهاش يعني ما فيش اختلاف ما بينهم. بالنسبة للماكرو في الاكسل هناخدها، هناخده برضو في الاكسس ان شاء الله بإذن الله، في الاكسل هنتعلم الماكرو وهنتعلم برضو الماكرو كمان في الاكسس يعني، تمام. بالنسبة للكورسات، بالنسبة للكهرباء حضرتك ممكن تتواصل مع الدعم الفني إن شاء الله بعد بعد السيشن، وهم يقولوا لك الكورسات المتاحة يعني بتاعت قسم الكهرباء، سواء كهرباء، ميكانيكا، عمارة، مدني، في تخصصات كتيرة، تمام. أتمنى لكم التوفيق، وبعتذر مرة تانية لو يعني طولت عليكم النهاردة. الناس تتابع والناس تسلم تاسكاتها أول بأول، فقد ما أقدر ما أزودش على الناس يعني تاسكات، هحاول على قد ما أقدر ما أزودش، فعشان كده أنا بحاول يعني أبعت حاجات بسيطة للناس عشان الناس متملش. لو في أي استفسار تاني بعد المحاضرة يا ريت تبعتوه على جروب الواتساب.